عسلامة ومرحبا بكم، هذا مهدي يحييكم. مرحبا بكم على قناة سبور نيوز هاش ام. جلال القادري يستنجد بهذا المهاجم. أكد فريق فيوتشر المصري أنه مهاجم التونسي أيمن صفاقسي تلقى دعوة أولية من أجل تعزيز صفوف المنتخب التونسي في مباراتي البرازيل ضد منتخب مالي من أجل التأهل لكأس العالم بقطر 2022. ومن المنتظر أنه يحسم الناخب الوطني جلال القادري قراره بتثبيت الدعوة من عدمها في الأيام القليلة القادمة في ظل المنافسة الكبيرة في خط الهجوم، خاصة بعد تألق النعيم السليتي وطه ياسين دخنيسي مقابل الذهاب نحو الاستغناء عن خدمات سيف الدين الخاوي وحمزة رفيعة. وتمكن صفاقسي خلال الموسم الحالي من تسجيل هدفين وتقديم تمريرتين حاسمتين في الدوري المصري، علما انه توج كافضل هداف في الموسم الماضي رفقة النجم الساحلي في البطولة التونسية. ساهم الدولي التونسي انيس بن سليمان في فوز فريق بروندبي يوم الاحد امام سيلكبورغ في الجولة 20 من الدوري الدنماركي كرة القدم، وصنع بن سليمان هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 86 من عمر المباراة. يذكر انه متوسط الميدان التونسي توج بجائزة افضل لاعب شاب في الدوري الدنماركي لشهر فبراير الماضي. قاد اللاعب الدولي التونسي نعيم السليتي فريقه الاتفاق الى الانتصار على اهلي جدة في الدور السعودي بعد تسجيله لهدف الانتصار الوحيد، وحقق فريق الاتفاق الفوز للمرة الاولى بعد 9 مباريات متتالية دون انتصار، جعلته يحتل المركز 13 برصيد 23 نقطة. ويسعى السليتي لاسترجاع كامل جاهزيته بعد غيابه لفترة طويلة بسبب مخالفات فيروس كورونا، خاصة ان المنتخب التونسي سيكون على موعد امام مالي من اجل التأهل لكأس العالم بقطر 2022. واصل الخنيسي تألقه مع فريق الكويت الكويتي اثر وصوله لهدف السابع تحت قيادة المدرب التونسي نبيل معلول، وتمكن الخنيسي بفضل المردود المميز اللي قدمه من حجز مكان له ضمن قائمة المنتخب التونسي بعد تلقيه اتصال من مدرب جلال القادري. وسيحاول الخنيسي الحفاظ على الانتعاش التهديفية في ظل افتقار المنتخب الوطني التونسي للاعب قناص بعد تراجع مردود سيف الدين الجزيري رفقة الزمالك المصري اللي يعيش فترة صعبة. قرر المدرب التونسي لنادي المصري البورسعيدي إبعاث 5 لاعبين، وهم كل من حمد شديد الجناوي، إسلام صلاح، مصطفى سليمان، إسلام أبو سليمة ومحمد بلح بعد تراجع مستواهم في المباريات الأخيرة. وأعرب معين الشعباني عن غضبه بسبب تراجع النتائج في الفترة الأخيرة بعد الهزيمة ضد أوتو هو الكونغولي في كأس الكونفدرالية الإفريقية والتعادل ضد إندي في الدوري المصري. ويحتل المصري البورسعيدي المركز الخامس في الدوري المصري برصيد 16 نقطة من 3 انتصارات 7 تعادلات وهزيمة واحدة. يصل يوم الاثنين 7 مارس 2022 مدرب الأسعد جردي لمدينة سوسة من أجل الجلوس مع رئيس النجم الرياضي الساحلي ماهر القروي قصد الإشراف على تدريب الفريق بعد القطع مع المدرب الفرنسي روجي لومير. ومن المتضرر أن تتجه هيئة ليتوالي للتعويل على المدرب روجي لومير في لقاء الاتحاد المونستيري يوم الأربعاء القادم على أرضية ملعب حمد العواني بالقيروان انطلاقا من الساعة الثانية بعد الزوال ضمن جولة ثلاثائية من البطولة التونسية. ويسعى فريق جوهرة الساحل إلى حصد النقاط الثلاث بعد الفوز على فريق مستقبل سليمان بثنائية ثم التعادل أمام الإفريقي، خاصة وأن اللقاء يسبق مواجهة الترجي الرياضي في دوري أبطال إفريقيا. فزل أمس الأحد الستار عن الجولة التاسعة من مسابقة الرابطة المحترفة الأولى بانتصار نادي صفاقسي بهدف دون رد على الترجي الرياضي التونسي، وبعد مرور 9 جولات يتصدر فريق ويب سويقة المجموعة الأولى برصيد 17 نقطة مقابل 18 نقطة لصاحب الصدارة في المجموعة الثانية الاتحاد المنستيري. كما يعد فريق عاصمة الرباط ساحب أقوى خط دفاع بقيادة المدرب فوزي بن زرتي بعد ما استقبلت شباك الحارس بشير بن سعيد 4 أهداف، في حين يحتل فريق اتحاد تطاوين صدارة أفضل الفرق تسجيل الأهداف بوصوله ل 11 هدف. أما بالنسبة لأضعف خط دفاع فكان من نصيب نادي حمام الأنف مقابل أسوأ خط هجوم لمستقبل سليمان اللي سجل 3 أهداف فقط.